قولوها للغادين والرائحين ولأهل الأرض جميعا. بالعلم عرفنا الله، وبالعلم نحاكم الآخرين ونجادلهم ونناقشهم، وقرار العلم هو القرار الذي نتبعه لأن الله هكذا أمرنا. قال ولا تكفوا ما ليس لك به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 25 في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. في درسنا الأخير كنا نتحدث عن الإنسان في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكما تعلمون نحن الآن في قسم الكونيات. كنا نتحدث عن حديث القرآن عن الإنسان، أصله، نشأته، العنصر الذي خلق منه، تكريم الباري سبحانه وتعالى له. هذا الذي قلنا عارض النظريات المعروفة التي تدرس اليوم في بعض المدارس والمعاهد والجامعات، نظريات التطور. فتساءلنا كيف ينبغي أن يكون موقفنا من هذه النظريات وهي تتعارض مع صريح كتاب الله عز وجل عندما يتحدث عن أصل الإنسان ونشأته. قلنا نضع كلا من قرار القرآن والنظريات المعروفة باسم نظريات التطور في ميزان العلم، ونحن نتبع ما يقرره العلم فهو الحكم. وقد تبين لنا في تلك المحاضرة أو في ذلك الدرس أننا آمنا إيمانا علميا بوجود الله، وآمنا إيمانا علميا بأن القرآن كلام الله عز وجل. إذن ما يقوله القرآن هو ما يقوله الله عن هذا المخلوق الذي هو الخالق له. ومن ثم فالمنهج العلمي يقتضينا أن نصدق هذا الذي يقوله القرآن بعد أن علمنا أنه كلام الله، وبعد أن آمنا إيمانا علميا بوجود الله. ثم إنا أصغينا السماع إلى نظريات التطور التي تعاقبت الواحدة بعد الأخرى في هذا العصر، وهي ثلاث نظريات كما علمنا. النظرية الأولى نظرية لامارك عالم فرنسي، الثانية نظرية داروين، الثالثة نظرية لعالم هولندي سميت بالداروينية الحديثة. وضعنا كل من هذه النظريات في ميزان النقد العلمي، فما الذي تبين؟ تبين أن كل منها قد مزقه العلم شر ممزق، والذي مزقه ليس هو لا القرآن ولا المنطق الديني، ولكنه منطق العلم. نعم. طيب، إذن الآن ازددنا يقينا بأن أصل الإنسان هو ما قاله الله في القرآن، ووقفنا في هذا عند قوله عز وجل ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم
وما كنت متخذ المضلين عضدا، يعني أعوانا لي في الخلق. طيب، ما الذي بقي أيها الإخوة من هذا الموضوع؟ بقي أن نعرض السؤال التالي ونحاول الإجابة عنه: لماذا ينتقد الغربيون سائر النظريات التي ظهرت إلى اليوم والتي تتحدث عن أن الإنسان قد تطور من مخلوقات أقل شأنا، ثم إنهم يعودون فيؤكدون أن الإنسان لابد أنه قد تطور من مخلوقات أقل شأنا؟ هل هذا السؤال واضح؟ أعيد: الغربيون ما أعجبتهم نظرية لامارك، انتقدوها ولفظوها. طيب، جاء داروين، ما أعجبتهم نظريته ورأوا أنها باطلة علميا. طيب، جاءت نظرية الداروينية الحديثة بعد داروين، درسوها وانتقدوها هي الأخرى ورأوا أنها باطلة لا يؤيدها العلم. ومع ذلك الآن تجدهم يقولون: صحيح أننا انتقدنا هذه وهذه وهذه، لكن لابد أن الإنسان قد تطور في سابق العصور من مخلوقات أقل شأنا. طيب، أنتم تقررون بطلان النظريات التي وجدت إلى اليوم عن أصل الإنسان، لماذا تعودون وأنتم تبطلونها؟ تعودون فتقولون: لكن ينبغي أن يكون الإنسان قد تطور من حيوانات أقل شأنا. هذا هو السؤال الذي نطرحه. السبب هو التالي: الغربيون حصروا أنفسهم في دراسة الإنسان وأصله، حصروا أنفسهم ضمن احتمالات معينة غير تامة، يعني ما وضعوا أمامهم لدراسة أصل الإنسان كل الاحتمالات الممكنة. المنهج العلمي في دراسة مسألة كهذه يعتمد على ما يسمونه بالاستقراء التام. ده موضوع علمي لكن مفيد جدا أن تعلموه. لكي ندرس قضية مثل هذه نضع أنفسنا أمام كل الاحتمالات الواردة لتحليل هذه المسألة، كل الاحتمالات الواردة بادئة في بدء نحفل بها، لا نستثني احتمالا لأنه لا يعجبنا قد لا نصل إلى الحق. كل الاحتمالات التي تعجبنا والتي لا تعجبنا نضعها أمامنا وندرس كل احتمال على حدة. الاحتمال الأول درسناه علميا، تبين أنه غير علمي، شطبنا عليه بإكس. انتقلنا إلى الاحتمال الثاني، درسناه دراسة موضوعية علمية، تبين أنه غير علمي، شطبنا عليه. انتقلنا إلى الاحتمال الثالث، درسنا ووضعنا في ميزان العلم، تبين أنه هو الآخر، احتمال باطل. ننتقل إلى الاحتمال الرابع، إذا كان الاستقراء تاما، إذا كنت قد وضعت كل الاحتمالات سلفا، لابد أن تعثر أخيرا على الاحتمال الصح الذي يفسر لك هذه المسألة. أظن الكلام واضح. مسألة في الرياضيات، مسألة في الفلسفة، في الهندسة، تريد أن تكشف عن غموضها وأن تحللها، تضع نفسك أمام كل الاحتمالات وتدرسها واحدة واحدة واحدة، أخيرا لابد أن تعثر على الحل ما دمت قد اعتمدت على الاستقراء التام.
يعني ما دمت قد اعتمدت على كل الاحتمالات. مشكلة الغربيين أنهم عندما أرادوا أن يدرسوا أصل الإنسان ما وضعوا أنفسهم أمام كل احتمالات أصل الإنسان، يعني ما اعتمدوا على الاستقراء التام. اللي أعجبهم فقط من أصل الإنسان أن يكون قد تطور من مخلوقات أخرى، هذا هو الذي أعجبهم. لماذا؟ لأنهم ينطلقون من رؤية مادية إلحادية لا تقيم وزنا لخالقية الله عز وجل للكون. صحيح فيهم من منتسب إلى المسيحية وإلى اليهودية وإلى ما لا أدري، نعم، لكنها انتماءات تقليدية فقط. أما أن العلماء هناك والمفكرين هناك فعلا يقيمون وزنا لخالقية الله في الكون، هذا شيء مرمي وراء ظهورهم. لاحظوا ما أقول. إذن الغربيون عندما وضعوا الإنسان ليدرسوا أصله ما وضعوا كل الاحتمالات أمام أصل الإنسان. مفروض أنه طيب ملحدون ملحدون، لكن يا أخي في هنالك من يقول إن الذي خلق الإنسان هو الله وأنه خلقه من تراب، في بالقرآن كلام من هذا القبيل واعتبروا نظرية كمان. نعم، حطوها مع الاحتمالات وادرسوها مع غيرها. لا، هذا الاحتمال ما يعجبهم سلفا. إذا حصروا أنفسهم في النظرة المادية للطبيعة، النظرة المادية للإنسان. يعني افترضوا سلفا أن الإنسان ابن الطبيعة، ابن المادة، الطبيعة هي التي أوجدته، كما يتصورون عن النباتات والجمادات وكل شيء. طيب، فإذا كان الإنسان ابن الطبيعة، طيب لازم يكون متطور، معناته لأن الطبيعة مرتبة على حالة واحدة، الخلايا بتتطور، التراب بيتطور كما قلنا، النبات بيتطور، ما في شيء ما بيتطور. هلا التراب بعد فترة بيصير كدان، الكدان بعد فترة بيتحجر بيصير حجر، الحجر بعد فترة شو بيصير؟ رخام. فقالوا إيه والله الإنسان كمان نفس الشيء. هذا ما قد حصروا أنفسهم في هذا التصور. ثم إنهم بحثوا عن ترجمة علمية لهذا الذي تصوروه. أنا بدي افترض أنه الإنسان اتطور من حيوانات أقل شأنا، أنا هذا اللي بدي افترضه. طيب، ولذلك أنا بريد بقى أدور على صيغة علمية تبين فعلا هذا الذي افترض وتؤكده. عظيم. الاحتمالات اللي وضعوها أمامهم تامة ولا متامة؟ غير تامة، غير تام. لذلك وقعوا في هذا. جاءت النظرية الأولى ضمن هذا التصور، لا مو علمية. جاءت النظرية الثانية داروين، حوالي 30 انتقاد علمي وجه إلى نظرية تبين كمان مو علمية. اجت نظرية العالم الهولندي اللي سموها الداروينية الحديثة، كذلك غير علمية. طيب في احتمال آخر التفتوا إليه؟ لا ما بدنا نلتفت إليه، نحن بدنا نفترض بس أنه الإنسان تطور من حيوانات أقل شأنا. إذا حصروا أنفسهم في احتمالات ناقصة. واضح هذا الكلام؟ بينما نحن أيها الإخوة المسلمين ماذا صنعنا؟ ونحن مسلمون وضعنا نظرية لامارك إلى جانبها نظرية داروين، إلى جانبها نظرية داروينية الحديثة، إلى جانبها بنقول يعني افتراضا نظرية القرآن. لاحظوا، انطلقنا من كل هذه الاحتمالات، تعالوا ندرسها. درسنا احتمال
نظرية لامارك في الأسبوع الماضي علمية ولا مش علمية؟ باطلة. هم قالوا باطلة ونحن نقلنا كلماتهم. درسنا نظرية داروين في كتابه أصل الأنواع، تبين أن الرجل نفسه لم يستطع أن يجيب عن إشكالين أو أكثر وجه إليه، ولذلك الغرب لفظها. درسنا نظرية ثالثة نفس الشيء، انتقلنا للنظرية الرابعة، عم نسميها نظرية يعني افتراضا، وكنا قد آمنا بالله، ما ننسى، وآمنا بأن القرآن كلام الله، ما ننسى. طيب، والعلم يقول أن أي جهاز صنع سل صانعه كيف صنعه، أي جهاز صنع لكي تعرف كيف صنع وكيف تكون صيانته وكيف يكون استعماله، من الذي ينبغي أن تسأل؟ المصنع. لذلك رأسا نحن نترك الجهاز ونقرأ الكتالوج بادئ ذي بدل، أليس كذلك؟ من أجل هذا عدنا ندرس الإنسان من خلال ما يقوله خالق الإنسان عنه. وجدنا أن خالق الإنسان يقول وهو يحدثنا عن حواره مع الملائكة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يقول خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجهنم من مارج من نار، يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يقول ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبه. بناء على أن استعرضنا هذه الاحتمالات كلها وعثرنا على الاحتمال الصح، لذلك رجعنا مطمئني القلب واثقين من أننا قد عرفنا الأمر ولن نعاني من اضطراب ولا قلق في هذا الموضوع، في حين أن الغربيين ما اعتمدوا على كل الاحتمالات كما اعتمدنا. لا، الاحتمال الرابع ما بدنا اياه، نحن بس بدنا احتمال انه الانسان ما كان هيك في العصور السابقه، كان شيء ثاني وبعدين اتطور. بس شو الصيغه العلميه؟ هذا اللي عم ندور عليه، الصيغه العلميه. طيب ما في، مو هيك المساله. فلما حصروا انفسهم في استقراء ناقص كانت هذه هي النتيجة. وسيبقى الغربيون مضطربين لو أن سلسلة النظريات وصلت إلى 100، كل نظرية بتجي يلي بعدها بتلغيها ويلي بعدها بيلغيها، لأن العلم ليس معه. العلم لا يقول إن الإنسان تطور من حالة إلى حالة وكان حيوانا زاحفا أو كان حيوانا يمشي على أربع أو كان من صنف القردة أو نحو ذلك. نعم، والدليل على هذا الذي أقوله لكم أن الإنسان الغربي اليوم بمجرد أن يدخل في رحاب الإسلام، طبعا دخوله يكون بالفكر بالقناعة، وقد آمن بوجود الله واحدا لا شريك له، وآمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وآمن بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، رأسا ينتهي هذا الاضطراب الموجود في فكره عن الإنسان وأصله، رأسا بذول الاضطراب. ليش؟ لأنه عثر على الاحتمال الرابع. نعم، هذا الذي أقوله لكم، هذه مشكلة الغربيين ومشكلة ما يسمى بالمنهج الذرائعي. الغربيين عندهم شيء اسمه المنهج الذرائعي، يعني أن إرادتك هي التي ينبغي أن تقود اعتقادك وليس العكس. أرد ما تشاء ثم اعتقد، يعني اجعل اعتقادك خادما لما تريد. هل هذا هو المنهج العلمي؟ لا، غلط. لكن الغربيون هكذا يرون. ويليام جيمس
عالم أمريكي هو صاحب نظرية البراجماتيزم، يعني الذرائع، الذرائعية. نعم، يقول في محاضرة له في جامعة من جامعات أمريكا لأمام طلابه، وقد وضع عدة احتمالات، قل كن مسيحيا، هذا الاحتمال حي ادرسه، كن لا أدريا احتمال حي ادرسه، كن بوذيا احتمال حي ادرسه، كن مسلما رأسا شطب عليه احتمال ميت لا تدرسه. ليش؟ ليه؟ لأنه دراستك للإسلام صح ولا مو صح ينقلك إلى وضع قد يكون خطرا على الحضارة الغربية. أما هلا لما بتدرس البوذية تكون بوذي ما في مشكلة، معلش. تدرس المسيحية معلش ما في مشكلة، يعني مو خطر على وجود الحضارة الغربية. هذا المنهج مو منهج علمي. ألف كتابا سماه إرادة الاعتقاد، يعني اجعل عقيدتك عن الكون تابعا لما تريد ولما تحب. ما بصير، مفروض أن أجعل إرادتي تابعة للواقع، للواقع. رغباتي وشهواتي ما هي اللي بتحقق الطبيعة، أنا بدي انسجم مع الطبيعة، ما بدي خلي الطبيعة تنسجم معي. هذا هو السبب في أن الغربيين إلى اليوم نظرية داروين ممنوعة عندهم، يعني تساموا فوقها وعملوا بزمانهم مظاهرات، وكيف أولادنا بيدرسوا النظرية اللي كلها تختنقت من الانتقادات العلمية. النظرية اللي بعدها كذلك لا تدرس، ومع ذلك يقولون هو الآن كمان لابد ما أن يكون الإنسان قد تطور. نحن لا نعلم الاستقراء الناقص، إذا جاءنا ملحدون بنظرية نحطها ندرسها لكي نعلم إذا صحيحة نأخذ فيها، إذا جاءنا الوجوديون بنظرية ندرسها كلها. طيب، ولا تخاف، لا تخاف، أنت الحق العلم، عندما ندرس هذه النظريات كلها ستقف عند الاحتمال الحق، وعندئذ تزداد يقينا بعقيدتك، تزداد يقينا بإيمانك بالله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل طيب الآن اكتشف العلماء من 50 سنة تقريبا كما قلنا في آخر درسنا الماضي الشريط الوراثي، ما يسمى بالكروموزومات، طيب، أو الصبغيات التعبير العربي عنه. طيب، هذا ينبغي أن يسكتهم وأن ينهي يعني هذا الاضطراب، انتهى. هنالك قانون علمي ليس نظري بين أن خلقة الإنسان من فرقه إلى قدمه، صورته، مظهره، شكله وأخلاقه كلها مرسومة في هذا الشريط الوراثي. شغلة غريبة جدا جدا. إذا كينونة الإنسان مظهره ينبثق من داخله ولا يأتي من عوارض طبيعية خارجية حتى نقول إنه تطور من حالة إلى حالة. طيب، مفروض أن الغرب الآن يقف ويقول خلاص احتمال أن يكون الإنسان متطورا بسبب طبيعة الفطرة البقاء للأصلح إلى آخره، تبين بطلان ذلك لأنه قانون الصبغيات نعم مزق هذا له، لأنه وتم بيقول هالكلام سيجد نفسه وجها لوجه أمام الإيمان بماذا؟ بالله، إيمان حقيقي مو إيمان تقليدي. تجي نظرية الزرائع بتمنعه، بيجي ويليام جيمس بيقول نعم كن لا أدريا لا مانع، كن مسيحيا لا مانع ادرسها، كن بوذيا لا مانع ادرسها، كن مسلما لا، ولو كان العلم معه، ولو كان العلم معه. نعم، هذا هو الواقع اليوم الذي يجعل الغرب مسجونا في الاحتمالات الناقصة، وهذا السجن هو الذي يجعله
يعاني من هذا الاضطراب، وهو السبب الذي يجعل الغربيين اليوم يطمحون إلى الإسلام ويدرسونه كما لم يدرسوا الإسلام قبل أي عهد مضى. نعم، وأقول لكم إن الذين يدخلون في الإسلام سرا من الغربيين أكثر بكثير ممن يدخلون في الإسلام جهرا، لا سيما في إيطاليا، هذا موجود. نعم، وبناء على ذلك نحن الله نحمد الله، نحمد الله على أننا نقف تحت مظلة الإسلام ونعانق العلم الحقيقي، لا نقيد أنفسنا بزرائعية ولا بشيء من ذلك أبدا. وضعنا أنفسنا كما أمرنا القرآن، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم، نحن انطلقنا من العلم وإلى العلم ننتهي، ومع العلم نعيش، ومن هنا نحن نقف مع قول الله عز وجل القائل: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. أنا أريد أن أسألكم أيها الإخوة، هل كان في عصر نزول القرآن من يتحدث عن كيفية خلق السماوات والأرض في الجزيرة العربية؟ أصلا هذا سؤال مخاطر بباله. هل كان في عصر نزول القرآن من يتحدث عن أن الإنسان تطور من قرد أو تطور من حيوانات زاحفة أو إلى آخره؟ كانت هذه النظريات موجودة؟ كل هذا الكلام لم يخطر منهم على بال. إذن لمن يقول الله هذا الكلام؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، يقوله لأبناء هذا العصر للغربيين. الله أكبر، هل تريد دليلا بعد هذا على أن القرآن كلام رب العالمين؟ الحمد لله، احمدوا الله يا عباد الله على نعمة الإسلام، احمدوا الله على نعمة معرفة الله، احمدوا الله عز وجل على اعتزازنا بعبوديتنا لله سبحانه وتعالى. وأسأل الله أن يهدي التائهين من عباد الله جميعا. نقولها بدافع الشفقة وبدافع الغيرة: اللهم إنك تعلم أننا لا نحقد أحدا على أحد من عبادك، لكننا نحب لهم الهداية التي أكرمتنا بها، نحب لهم هذا الذي أكرمتنا به من معرفتك، من اتباع الحقيقة الكونية التي بصرتنا بها، فنسألك اللهم أن تهديهم كما هديتنا. الآن ننتقل إلى موضوع آخر من موضوعات الكونيات. انتهينا من الحديث عن الإنسان، الملائكة أيضا من الكونيات الملائكة. قد يقول قائل: الملائكة، الملائكة لا نراهم، إذن من الغيبيات. لا، نحن عندما نقول الغيبيات جمع غيبي، نعني الأمور التي كانت في عصور سابقة وانقطعت عنا أخبارها، أو التي ستكون في عصور لاحقة، هذه هي الغيبيات. أما الأمور الموجودة في هذا العصر سواء رأيناها أو لم نراها، ما دمنا عرفنا أنها موجودة إذن هي ليست من الغيبيات، هي من الكونيات. يعني مثلا الجان من الكونيات، الهواء لا نراه من الكونيات، أمور كثيرة لا نراها لكنها موجودة في حياتنا اليوم، علميا لا تدخل في الغيبيات وإنما تدخل في الكونيات. فالملائكة موجودون الآن، إذن هم من الكونيات وإن كنا لا نراهم. طيب،
القرآن يحدثنا عن الملائكة، إذن ينبغي أن نعلم علم ما يخبرنا به الله عز وجل عن الملائكة. أول ما يجب علينا أن نعرفه أنهم موجودون. يجب أن نعلم أن ما يسمى الملائكة مخلوقات موجودة لها وجود حقيقي. لماذا؟ لأن القرآن أخبرنا. فلو أن إنسانا قال أنا أؤمن بالله ورسله وكتبه، لكن والله يا أخي الملائكة أنا ما دخلوا بعالي، ما آمنت بهم. طيب، إذن فقد كفر بالاتفاق، لأنه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كفر بالقرآن. القرآن يقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. والباري يكرر هذا الكلام في محكم تبيانه، يقول ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. والآيات في هذا كثيرة. فهل يسع إنسانا آمن بأن القرآن كلام الله أن ينكر الآيات التي يتحدث البيان الإلهي فيها عن وجود الملائكة؟ لا، لا يسع الإنسان ذلك. في الناس اليوم المفتونين بألفاظ العلم وشعارات العلم والفقراء حقيقة إلى مضمون العلم، من يرون أن إيمانهم بالملائكة يعني يجعلهم في أعين الآخرين مغمورين، يجعلهم في أعين الآخرين غير متعاملين مع العلم، لذلك تجد الواحد منهم يتنطع منكرا وجود الملائكة. وفي الدرس السيري ذكرنا أن البعض من هؤلاء الناس أول الملائكة في سورة الأنفال وغير الأنفال أيضا بالروح المعنوية. نعم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة منزلين. طيب، وفي سورة آل عمران كذلك. نعم، هذه في سورة آل عمران، وفي سورة الأنفال كذلك. نعم. طيب، قالوا هذه عبارة عن روح معنوية. لماذا؟ لأنهم ينكرون وجود الملائكة. هذا الإنسان ولو صلى وصام وقرأ القرآن، ما دام ينكر وجود الملائكة فقد أنكر القرآن، ولذلك فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. الباري عز وجل يقول ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يعني مو مجموع هؤلاء، إذا كفر واحد منهم فقد ضل ضلالا بعيدا وسماه كافرا. طيب، الشيء الثاني الذي ينبغي أن نعلمه عن الملائكة الصفات التي يتمتعون بها. كل الصفات لا، نحن لا نعلم كل صفات الملائكة، لكن علينا أن نعلم الصفات التي حدثنا بيان الله سبحانه وتعالى عنها. أول صفة من هذه الصفات العبودية لله عز وجل، أنهم عبيد مثلنا للخالق سبحانه وتعالى. أول صفة. كل الملائكة من أين أخذنا هذا؟ من القرآن. يقول الله عز وجل في صريح تبيانه لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. هنالك من ألها سيدنا عيسى بريق الرد، قال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، يعني المسيح ما يعني استنكف عن صفة العبودية له وادعى أبدا، ولا الملائكة المقربون ما يستنكف أي منهم عن وصف كونه عبدا لله سبحانه وتعالى.
الباري سبحانه وتعالى يقول: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا عن الملائكة. في ناس اعتبروا الملائكة أولاد الباري عز وجل سبحانه، بل عباده مكرمون. من هم؟ الملائكة. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ربنا سبحانه وتعالى أكد لنا أن الملائكة يتصفون بصفة العبودية لله سبحانه وتعالى، وصفهم بالشدة بالنسبة لخزنة النار. قال عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طيب، من صفات الملائكة أن الله عز وجل على الرغم من أنه خلقهم من نور صافي، ولكن الله أقدرهم على التشكل. هي أيضا من صفاتهم التي ينبغي أن نعلمها، أقدرهم على التشكل. من أين عرفنا هذا؟ عرفنا هذا من كلام الباري سبحانه وتعالى عن الملائكة، أو عن سيدنا جبريل في سورة مريم: فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. من هو؟ سيدنا جبريل. فتمثل لها بشرا سويا. إذن من صفات الملائكة أن الله أقدرهم على التمثل. حديث سيدنا عمر الموجود في مسلم وغير مسلم، عندما يقول: نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. يعني شغلة غريبة، جاي من بعيد والجزيرة العربية كلها خضرة وعفرة وشغلة، لابس أواعي بيض مثل الثلج وشعره أسود ما في مثقال ذرة من الخضرة، وما حدا بيعرفه منين اجى هذا. نعم، فجلس يسأل عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن أشراط الساعة. ثم لما ذهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. يعني عم يسأل الأسئلة اللي ما بتخطر ببال الصحابي حتى يعرفوا. نعم، طيب سيدنا جبريل مو هيك شكله، لكن الله أقدره على التمثل. إذن ينبغي أن نعلم الصفات التالية للملائكة: العبودية لله سبحانه وتعالى، أنهم متقيدون بأوامر الله لا يعصونه نهائيا ويفعلون كل ما يؤمر لهم. من صفاتهم أن لهم أجنحة، باري سبحانه وتعالى قال ذلك: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. إذن لهم أجنحة كما قال الله سبحانه وتعالى. وأنهم على الرغم من أنهم غير مرئيين لأنهم خلقوا من نور، ولكن الله سبحانه وتعالى أقدرهم على التشكل والتمثل. هذه هي الصفات التي ذكرها الله عز وجل للملائكة. هذا الذي ذكره الله للملائكة يعني أوصاف عالية، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بالمناسبة أقول: هل هذا يعني أن الملائكة إذا أفضل من البشر؟ البشر يتعرضون للمعاصي، يتعرضون لعدم تنفيذ الأوامر، بينما الملائكة يقول الله عنهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قد يخطر في البال أن الملائكة إذن أعلى مكانة من البشر. لا أيها الإخوة، سبب أن الله عز وجل لم يبتلي الملائكة بما ابتلى به البشر، لم يبتلي الملائكة بالنفس الأمارة بالسوء، لم يبتل الملائكة بالشيطان الذي يوسوس ويجري من ابن آدم مجرى الدم. طاعتهم لله ليس فيها أي صعوبة،
ابتعادهم عن المعاصي ليس فيها إثم، بالعكس يعني هم يتغذون بالطاعة والابتعاد عن المعاصي. نعم. بينما الإنسان عندما يبتعد عن المعاصي يتحمل في سبيل ذلك جهدا، وأي جهد، ولذلك سمى ذلك الجهد رب العالمين جهادا. نعم. ومن هنا فالإنسان أفضل من الملائكة كما ذكرنا. عامة الناس أفضل من عامة الملائكة، وخواص الناس كالرسل والأنبياء أفضل من خواص الملائكة، وإن عصوا يا سيدي وإن عصوا، لأنه هذا الإنسان العاصي صحيح أولا يعني عصى الله بسائق ضعف لا بسائق استكبار، لكنه بعد أن يعصيه يعود ويتوب ويؤوب إلى الله عز وجل، والباري يغفر الذنوب جميعا. نعم. طيب ما هي وظائف الملائكة؟ هنالك وظائف ذكرها الله عز وجل لنا ينبغي أن نكون على بينة منها، وما عدا ذلك نكل الأمر إلى الله. أول الوظائف الوحي، جعل الباري سبحانه وتعالى في الملائكة من وظفهم بنقل وحيه إلى الرسل والأنبياء. سيدنا جبريل هي وظيفة، طبعا ما هي وظيفة كل الأنبياء، وظيفة من اختاره الله سبحانه وتعالى من الأنبياء. يقول باري عن سيدنا جبريل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا نص صريح على أن الله وظف سيدنا جبريل لهذه المهمة، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. الروح مراد به سيدنا جبريل. نعم. من الوظائف التي حمل الله طائفة من الملائكة إياها حمل العرش، حملت العرش، مع العلم أن العرش لا يحتاج إلى من يحمله. نعم. الباري سبحانه وتعالى هو الذي هو قيوم السماوات والأرض، يعني ما قامت السماوات والأرض وعرش الرحمن وكل شيء إلا بالله سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل له مشيئة أن يبين لنا أن هنالك ملائكة موظفون لحمل العرش ما هم حملة العرش، فقال بالعبارة الصريحة: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. نعم. في مكان آخر يقول: وما جعل عدتهم إلا فتنة، حتى يجي واحد يقول: إيه شيء شو هل شو لزومها شو مثل إيه كذا، رب العالمين هكذا أعلن. هذا نظام أقامه الله سبحانه وتعالى في ملكوته. من هذه الوظائف ملائكة وظفهم الله لاستقبال المسلمين يوم القيامة غدا في جنان الخلد، هذول اللي بيستقبلوكم إن شاء الله، الله يجعلنا جميعا منهم، هذول الملائكة المبشرين اللي بيقولوا أهلا وسهلا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. نعم. الباري عز وجل يقول: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم، خزنتها من هم؟ الملائكة، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. كم هم؟ الله أعلم، لكن هؤلاء موجودون. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. من الذي يقولها؟ ملائكة الذين سيستقبلونكم. أقولها لا متأليا على الله، لكن هيك الأمل، وربي بيقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، اللهم إنا نشهدك أن ما ظننا بك إلا خيرا. نعم. فإن شاء الله، نعم، عندما نرحل إلى الله عز وجل ستستقبلنا ملائكة الرحمة قائلين: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.
كذلك من وظائف الملائكة أنهم أن الله أقامهم خزنة لكن على النار. نعم، نسأل الله العفو والعافية. ماذا يقول الباري في ذلك؟ سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19. هؤلاء هم خزنة النار، وما جعلنا عدتهم إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة إلى آخر الآيات. نعم، إذن من الوظائف التي حمل الله ملائكته إياها، نعم، القيام برعاية النار، سماهم خزنة النار. ولا نريد أن نطيل الحديث عن أعمال هؤلاء الملائكة وجهودهم، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. من الوظائف التي أقام الله عز وجل الملائكة عليها مراقبتنا. فعن يمينك ملك يسمى الرقيب، وعن يسارك ملك آخر يسمى العتيد. الآن موجودين يسجلون هذه الجلسة، يسجلون كلامنا، يسجلون كل ما يفعله أحدنا. الباري بحاجة؟ أبدا. شوفوا الباري كلامه عجيب. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونعلم ما توسوس به نفسه. زاد قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قبل أن يحدثك عن الرقيب والعتيد اللذين نعم يسجلان عليك، أكد لك أن الله لا يحتاج إليهما، يعلم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لكن هكذا شاء الله، له حكمة. يوم القيامة لما ربي بحاسب العباد لا يحاسبهم على علمه بحقهم، لا، لأنه هو كلفنا في دار الدنيا، منع القضاة أن يقضوا بين الناس بمقتضى قناعاتهم العلمية، بل لابد أن يقضوا إذا قضوا بالبينات والوثائق وموجب الشهادات والاعترافات وبس. ربي عز وجل ألزم ذاته العلية بما ألزمنا به. نعم، هلا القاضي إذا وقف أمامه 2 خصوم وعرف القاضي أنه هذا محق وذلك مبطل لأنه هو بالطريق شافهم وكذا إلى آخره، يعرف، هل يملك أن يقضي بموجب علمه؟ لا. شلون لكم بينزل عن قوس القضاء بيقف شاهد أمام قاض آخر؟ فرب العالمين يعلم، لكنه يحاسبنا، نعم، على هذه الوثائق. نعم، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذه يعني عدالة رب العالمين، ربنا عادل بكل الأحوال، لكنه ألزم ذاته العلية بهذا. أنا ما عم بحكي، شوفوا هي أعمالكم مسجلة صوت وصورة وتجسيد كمان، كل ذلك سيكون. نعم، هذا كتابنا ينطق عليكم الحق إنا كنا نستنسق ما كنتم تعملون. طيب، من الوظائف العجيبة أيها الإخوة التي وظف الله ملائكته عليها المحافظة على الإنسان، سماهم المعقبة. أنت لا تعلم ذلك، كم وكم تتعرض للأخطار وأنت تسير على قدميك. ملائكة الله هم الذين مثل ما بيقولوا يحوشون، يعني يمنعوك من الأخطار التي تأتيك عن يمين عن شمال، بحسب الظاهر هنالك يعني عوامل الأطباء يتحدثوا عنه وبعدين بحاروا. لا، هي ملائكة الله سبحانه وتعالى. عندما تأكل، عندما تركض، عندما تتحرك، عندما تسير،
هنالك معقب له معقبات من بين يديه ومن خلفه. الإنسان يحفظونه، يحفظون الإنسان. منين هالحفظ جاي؟ من أمر الله، الباري أمره. نعم. لا، الإنسان لما بيكون ماشي في الطريق لسبب ما كاد أن يقع على جنبه الأيمن، ما الذي يصنع بدون دراية؟ يمد يده اليسرى. تلاحظون إذا وقع موجب مفاجئ، لأن يقع على جنبه الأيمن بدون علم منه، بشكل آلي يمد يده اليسرى من أجل أن يقوم التوازن فيمنعه من الوقوع. هذا الشيء ملك يفعل ذلك. نعم. عندما تمضغ اللقمة، كيف تذهب اللقمة في مجراها الطبيعي ولا تذهب إلى مجرى الهواء؟ لو فعل لاختنق البلك، ملائكة يرعونك. وهذا شيء ثبت في كتاب الله وثبت في الصحيح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت لا تبالي بهذا ولا تلتفت. نعم. من الوظائف التي أقام الله سبحانه وتعالى ملائكته عليها قبض الروح. نعم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. المتوفي من؟ هو الله. لكن الباري سبحانه وتعالى وظف، هو الذي يتوفاك، لكنه وظف ملكا. ملك ولا ملائكة؟ وظف ملكا أساسيا هو الذي إليه قبض الأرواح، ولكن الله قيض له جندا من الملائكة يعينونه في هذه المهمة. باري عز وجل كلهم نأخذهم من كتاب الله، لولا أن الله قال ذلك لما ألزمنا أنفسنا بهذه المعرفة. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. رسلنا من هم؟ رسل الله، ملائكة. إذن هناك كم من الرسل؟ لكنه في آية أخرى ماذا قال؟ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قال العلماء كيف الجمع بين هذين؟ هنالك ملك وظفه الله قبض الأرواح، لكن له أعوانا، وظفهم الله أعوانا له في هذا الأمر. نعم. كيف؟ هذا ما لا نعلمه إلا ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لو أن إنسانا قال لا أنا لا أؤمن بهذا، رجل احتسى سما فمات، جاءته طلقة، طيب طلقة رصاصة فوقع أرضا فمات، أنا ملك الموت وأنا كذا؟ لا، ملك الموت موجود، هو الذي يستل الروح. سواء جاءت سكرات الموت بمدة طويلة أو مدة قصيرة أو بثانية. نعم. هكذا يقول الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولي كتاب أيها الإخوة اسمه هذا والدي، تحدثت فيه عن حياة والدي رحمه الله تعالى. نعم. وتحدثت فيه حديثا واقعيا، صورة طبق الأصل عن واقعه، لم أبالغ ولم يعني أسر سيرة البعض في كيل المدائح وما إلى ذلك. لا 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 لا، لا قلت العلامة ولا الفهامة ولا الدراكة ولا العارف بالله. نعم. قصة حياة ملا رمضان البوطي. نعم. في هذا الكتاب قصة رواها لي عن رؤيته لملك الموت، رؤيته عيانا لملك الموت. ويستطيع من شاء منكم أن يرى هذا الكتاب ويطلع على هذه القصة. نعم. وعندما أدركته الوفاة وكان مضطجعا في غرفته الصغيرة وكنت أنا أجلس في الغرفة الأخرى، نعم، صاح بصوت عال جدا يناديني باسمي،
فهرعت إليه، رأيته جالسا على السرير وقد تدلت رجلاه على الأرض، ظننت أنه يريد أن يخرج إلى الحمام، فأردت أن أساعده، ولكنه أخذ يحرك شفتيه ليشير إلى أن الرحلة قد حانت. ملك الموت طلب منه أن يناديني حتى أشهد ساعة الوداع ولا أفاجأ بأنه قد توفي دون أن أودعه. أعرف هذا، ملك الموت سيراه كل واحد منا، لكن أسأل الله لي ولكم إذا حانت رحلتنا من هذه الحياة الدنيا أن نراه رؤيا مبشرة، أن نراه رؤيا مسعدة، وأن نجد مع رؤيته المبشرات التي أخبرنا الله سبحانه وتعالى بها عندما قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قالوا في الحياة الدنيا متى؟ عند السكرات، عندما تأتيك البشائر، عند السكرات. هذه البشائر يكون لها مثل وقع المخدر، لا تشعر بآلام الموت، لذة هذه البشرى تنسيك وقع سكرات الموت. نعم، عرف ذلك من عرف وجهله من جهل، لكن المهم أن نتهيأ لذلك اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بمعرفة هذه الحقائق، وأن يوفقنا لأن نغرسها في عقولنا كما أمر، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. اللهم إنا نشهد أن ما عبدناك حق عبادتك، وما ذكرناك حق ذكرك، وما شكرناك حق شكرك. نحن عبادك الضعاف، لا نملك من أمر أنفسنا شيئا، وأنت ربنا الغني القوي. نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن تصفح عنا صفحك الجميل، وأن لا تحاسبنا بشيء من ذنوبنا، لا في دنيانا ولا في آخرتنا يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، دبر أمورنا كلها بلطفك، فإنا لا نحسن التدبير، واكلأنا كلاءة الوليد في المهد يا ذا الجلال والإكرام. واشرح اللهم صدورنا، وأذهب غم نفوسنا، واجمع لنا الخير كله، واصرفنا عن الشر كله يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من كل أنواع الابتلاءات، نعوذ بك من كل أنواع المصائب يا رب العالمين. إلهي عودتنا المنن والعطاء، لا تقطع عنا مننك وعطاء. إلهي عودتنا المنح، عودتنا الدلال، عودتنا الإكرام، لا تقطع عنا منحك، لا تقطع عنا إكرامك، لا تقطع عنا دلالك الذي متعتنا به يا رب العالمين. إلهي اجعلنا جميعا جميعا يا ربي في هذه الساعة المباركة من عبيد إحسانك، ولا تجعلنا من عبيد امتحانك، اجعلنا من عبادك الضنائن الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة يا رب العالمين. وإذا حانت رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا، فنسألك اللهم أن تكره الدنيا إلينا يا رب العالمين، وأن تحبب إلينا لقاءك، وأن تملأ أفئدتنا شوقا إليك يا رب العالمين، وأن تهون علينا سكرات الموت يا رب العالمين. يا رب العالمين، إذا حانت رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا، فاجعلنا من عبادك الذين أكرمتهم بالبشارة، أكرمتهم ببشارة العفو، بشارة المغفرة، بشارة الصفح يا رب العالمين. يا رب العالمين استجب، يا رب العالمين استجب دعاءنا
يا رب العالمين حقق رجاءنا، أسألك اللهم بأنك أرحم الراحمين أرحم الراحمين أرحم الراحمين أن تصلح حال المسلمين في سائر البلاد يا ذا الجلال والإكرام، وأن ترد عنهم كيد الكائدين بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وأسألك اللهم بذلك كله أن تصلح حال قادة المسلمين، يا رب اهدهم في من هديت، يا رب أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه يا رب العالمين. إلهي أسألك بأنك الله الرحمن الرحيم، أسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، وأن تعطي كل واحد منا في هذه الساعة سبلة. وأنت ربنا غني عن الشرح والبيان، مطلع على ما في الجنان، تعلم السر وأخفى. فيا رب، يا من يسمع كلامنا، يا من يرى سرنا وعلانيتنا، أعطي يا ربي، أعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤلة. إنك ربنا المجيب، وإنك أنت ربنا الرحمن الرحيم. آمين آمين آمين. وصل اللهم على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.